تصير كلها بواري. أنا جري تكنولوجي عندي حجي تابعني. أنا وبس سياسة بس عيارة حجي. غالي يعني إيه اللمة واللمة ملتمة مجموعة لو حبيت تلقي كل شي المعنى والكلمة الفكرة والبسمة عشان أهل الكويت. اول ما صارت عندي المقدمه قاعد يصورني، يعني شنو تبي بالضبط انت؟ ابي اصور. انزين شباب وبنات، اليوم خميس، نبيكم تصحصحون ويانا كذي، صحصحوا من البرد وصحصحوا وغادرينج تكفى. ابيكم ما تحسسوني ان الجو وايد شتوي وان شوي راح يطيح علينا ثلج من فوق. فحاب امسيكم بالخير وحاب اوجه احلى تحيه واكبر بوسه حق ريفيرس مخرجنا، بما ان اليوم خميس ويكند، فيعطيك الف عافيه حبيبنا كلنا. وموضوع الحلقه منو يبي يقولها اليوم؟ أسرار. يلا مساء الخير شباب بنات كل اللي قاعدين يتابعون جادرينج. اليوم خميس، إن شاء الله تستانسون بالويكند ونذبح بليس. اليوم خميس أنا خبري، اليوم خميس ليلة بليس، مو نذبح بليس، ليلة بليس. هي صارت ليلة بليس يوم الخميس. إن شاء الله تكونوا مستانسين بالويكند، وألف مبروك حق الأهالي اللي بالمدارس اللي أمس اليوم وأمس استلموا شهاداتهم. الله قرروا الأخير كلها جاي بامتياز، ويا الخوال الصغار كلهم طماط وايد صار أمس. إن شاء الله قاعدين يشوفوني كلهم، كلها كانوا كلها عشرينات، يعني كلها حلو بالتسعينات وشي مستانسين. ف ان شاء الله كل الناس يكونوا كذي نفس اخواني وعيال خالتي يبون امتياز واشياء وحركات. موضوع الحلقه اليوم وايد حلو، انا عجبني، اللي هو الناس اللي يعني تشتري سيايير غاليه وايد، تشتري بيوت وايد، تشتري مثلا ساعات، تشتري بيوت انه يعني مثلا يكون عنده بيت اوريدي يروح يشتري له بيت والله بس اللي يحطه على بنه انه يتفشخر. في ناس عندهم، في ناس ما عندهم، فاكيد احنا راح نركز على الناس اللي ما عندهم، نشوف ان هل هذا شيء يعني سلبي، صح؟ سلبي؟ ياثر ولا ما ياثر؟ هرطقي زياده. مو كذي الموضوع؟ بلى كذي الموضوع، بس ما قلتيه عاد. مساء الخير يعني شباب. يعني قولها بطريقتك الخاصه. مساء الخير شباب وبنات، شو اخباركم؟ اليوم مثل ما قالوا ان اليوم خميس ان شاء الله تكونوا فان ويانا. احنا متعودين كل خميس نعطيكم موضوع نتناقش فيه بطريقه سلسه، ويكون موضوع من الكويت والى الكويت، اوكي؟ فموضوعنا اليوم مثل ما قالت اسرار المظاهر، حب المظاهر هل هو نقص ولا يعتبر بس حب الى الظهور؟ يعني مثلا اللي يحب انه مثلا يكشخ وايد وهو اساسا ما عنده، مثلا تعتبرونه نقص فيه هو ولا بس تفشخر؟ والموضوع ترى وايد فن على قولتهم، وايد فن. نبي الناس اللي بالفيسبوك، اي مشاهدينا بالفيسبوك يضحكون ويانا ويطرشون لنا تعليقاتهم على هالموضوع، لان ما طريقه التواصل عندنا. ايوه اوكي. يلا اكيد نمسي عليكم بالخير. اليوم خميس، الفن والوناسه والهبه وكل شيء راح يكون معانا، بس في يعني تحيه خاصه اوجهها حق اصغر مولود بالعائله، عمره يمكن 12 ساعه، حسين عصام، ولد اخوي عصام، الله يحفظك ان شاء الله، وان شاء الله تطلع على عمك اعلامي كذي عيونك كبيره كذي، فالله يحفظك ان شاء الله لنا، وان شاء الله عقبالي مثل ما يقولون مبروك يجيني ولد ولا بنت ان شاء الله، فالله يحفظك. طرق تواصل عندنا، هذا حمود، تقدرون تتواصلون معنا بالفيسبوك هني، وعندنا ات جادرينج شو، تقدرون تتواصلون معنا. اذا الفيسبوك شنو يتواصلون؟ جادرينج شو، ات جادرينج شو، وفي لقب موجود جانكم على الشاشه، دقوا علينا تواصلوا معنا، راح نستانس باتصالاتكم. دقوا دقوا. فحمود عنده كلام يبي يقوله. بالعافيه. الله يعافيكم، مساكم الله بالخير شباب وبنات. طبعا انا اليوم كنت قام اكل بسرعه كنت قام اكل بسرعه واشرب بسرعه. على العموم قبل لا نطلع الفاصل السريع مالنا، حاب اهدي هداء خاص حق اللي بالفيسبوك. طبعا صدق زين. على العموم، اول شيء اول هداء حق الناس اللي يحبوننا بليبيا،
زين انا طبعا استغربت انه في ناس قاعد يتابعونا بالمقلوب؟ اي صدق قاعد يتابعونا بليبيا يعني هذا انا بوجه طبعا هم ما شاء الله بنات خاله اربعه فهم كلهم مع بعض فيسلمون عليكم كلكم الله يسلمكم وبالذات بدور يوجه لك سلام يعني وايد جميل جدا ميسام واسراء وتنسيم ورنا احلى تحيه حقكم وريم توجه لك هذه ريم طبعا واحده ثانيه توجه لك احلى بوسه فانا قلت لها صعب ان انا ابوسها على الهواء فهي احلى بوسه منها حقك انت حمود لازم توصل لمانا تعال بوسه انزين العموم شباب وبنات خلونا نطلع الفاصل السريع هذا حبتين ليش ما تقرعون انت يا اسراء؟ واحنا نطول شعورنا خلاص اوكي مو مشكله نتبادل الادوار ترى ردينا شكلنا ردينا اي عادي ردينا انا حد ما في شيء نخش على مشاهدينا ما في شيء كل شيء اللي من ورا الهواء قدام الهواء ايش تبي انت؟ ايش تبي؟ يلا يلا روح روح احسن وجهك قاعد اشرك كريم تبيني اطقه كف الحين؟ لا 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 حرام مسكين هو اللي قاعد يطلعنا حيا حيا قاعد يطلعنا عمال قاعد يطلعنا انزين خندش موضوع حلقتنا اي قبل نشوف موضوع حلقتنا في عندنا ناس من زمان ما كانوا مشاركين بالفيسبوك وردوا عندنا امل اي امل بكره قاعد تقول بجد بجد وحشتوني ومساء الخير منورين هذه اغنيه وحشتوني وحشتوني ايوه عندنا فيصل الفضلي عندنا ابتسام الشهري هم كاتبه من زمان هي مو موجوده كل ريما كل عام وانتي بخير اليوم عيد ميلادها فادي صباح كلكم احلى تحيه مجنونه نواف العيدي قاعد تقول ان انا وايد مقله بالفيسبوك بس الناس كلها تدري ان انا وايد بتويتر فما يمديني حق الفيسبوك شيء ما شاء الله ما شاء الله انزين في عندنا انا استغربت ان امس اتوقع في ناس من فرنسا قاعدين يطالعون حلقاتنا على اليوتيوب قاعد اقول لك من ليبيا تقولي لي فرنسا ليبيا اقرب من فرنسا شلون اقرب من فرنسا ليبيا عربيه فرنسا ليبيا بافريقيا وفرنسا اوروبا كلهم نفس هم صايرين على لاين واحد اصلا اسبانيا وليبيا اسمع المغرب وليبيا والجزائر قراب على فرنسا وعلى اي فوقهم اي فوق يعني لندن فكلكم احلى تحيه روان صالح رجعت وتبي البيبي البيبي بين مال بدر قلت لها انا بدر ما عنده بيبي اساسا من هذا روان صالح روان صالح اي فوف انجل مسويت لنا تصميم لا تزال حية زين فوف انجل مسويت لنا تصميم ثانك يو حبيبتي لوس انجلوس فوفا اي شوفوا اي لاف جاذرينج شو فروم فرانس اي وود لايك تو فيزيت وان داي يور وندرفول كونتري حياكم الله ان شاء الله تعالوا الكويت شيء حلو ان احنا عندنا متابعين فرنسا وي باس مان الحين هي قاعد تسولف معاك بالفرنسي بالانجليزي ولا بالانجليزي يعني هم ما يعرفون عربي شو مثلا يعني اسمي يعني الحين احنا عندنا حاطين لهم الترجمه بالعربي بفرنسا اي تطلع لهم لا ممكن يكونون هم عرب عايشين او يدرسون بفرنسا ويتابعون هم عرب الحين بفرنسا اي حمود يعني اكيد سبب يعني. فحياكم الله ربع عادي. الفيسبوك خلينا نشوف ربع تويتر يوم خميس عادي احنا يعني اي ما كشف عادي خميس نرد نشوف شنو في اقول انت يا صبي جيب لك هوا يلا بتويتر عندنا اي الناس اللي قاعد يسوون ريتويت حقي وحق نواف ثانك يو وايد عندنا تي ان تي تي ان تي لا ينفجر هذا تي ان تي وعندنا عندنا كويت تويت انزين عندنا ليدي حنون عندنا الشهري 82 عندنا فادي هم هو موجود عندنا لوش عندنا رحموش عندنا دندوشة 94 يلا منو يبي تحية بعد اليوم خميس يوم تحية عندي لحظة انت قاعد تقرين اساميهم إيه انا عبالي الحين قاطبين شيء قايلين شيء انا لا قاعد اقرا ان هم كل ما احنا نكتب شيء قاعد يردون علينا احنا ما ندري انت تكتبون شيء يردون علينا وبالفيسبوك يسولفون اي سوالفهم الحين خلينا ندش احنا بموضوع الحلقة عشان يسولفون انزين يلا ان شاء الله يلا خلينا ندش بموضوع حلقتنا نبلش مريم الموضوع ترى انت اخترتيه يعتبر المواضيع اللي هابة مجتمعنا وايد تدرون ليش؟ ليش؟ ما شاء الله احنا دول خليجية ايش اخبارك؟ احنا دول خليجية او عربية قومي طلعي بسرعة حمود تعالي قعدي يمكن تفيدي برا برا باي ميمي روحي نامي بال لا تدشين الا بعد شنو؟ بعد خمس دقائق بالضبط في الكرسي اللي هناك ما في لان هذه القطة انا اذكرها بالروضة اي صدق على قطة ايش اخباري؟ زين زين قولوا امية عموما انت مطرود انت خلاص تعال تعال كسرت لا حمود خمس دقائق لا خلاص كسرت خاطري ما اقدر بدون شريفه انا اساسيه شريفه
انا اساسيه. لا هي طلع برا الطلاب كلها. تعالي يا اساسيه تعالي. لا لا انا ما ادرس تربيه اساسيه، انا ادرس بمصر بس. لا ميمي ميمي هدي هدي. بعدت من محمد لا تقعد يمي روح هناك. مريم الموضوع والله انت اللي اخترتيه يعني حلو، حلو ان نناقشه. انا قلت الكويت والدول العربيه اكثرها احنا الحمد لله عايشين برفاهيه شويه نعتبر اكثر من الدول الثانيه، بس يعني احنا وايد عايشين برفاهيه. ما وايد ما عليه القلق كثر ما انت عشرت يايير بس ما عليه القلق كلش رفاهيه وعلى قروض الدنيا والدين مسكين. المهم المهم اطبحتيني انزين. فشنو دائما عايش برفاهيه وبعدين سمعوا سمعوا فمن الموضوع من الموضوع هذا والله صدق بدر اشوف الاحظ الناس شو يسوون بحمود. انا مثلا عندي فلوس الله مغني علي واشتري اللي ابي، صاحبي نفس حالتي هم عنده فلوس والحين سالين هبه، انا ما امشي الا مع الهاي كلاس، انا ما امشي خاصه مع البنات السير ما نمشي الا مع الهاي كلاس. لا لا بس موجوده تشوفينها مريم هذه مثلا اشترت شيء لايق عليها او شيء يناسب شخصيتها، تنط الثانيه شو تقول؟ يمه هذه اشترت كيت او ليش ما عندها الكرت مالها تشتري اللي تبي، تروح تطق اللي تاخذه لما تشوف نفسها. اي بس نوام مو لاقي نفسها بالشغله. لحظه يا جماعه احنا خلينا نتكلم شوي نبي نوصل معلومه صح اكثر. اللي هم يعني الفئات الهاي يعني اللي هم يعني عندهم ما شاء الله يعني يعني الله احنا الله معطيهم ومنعم عليهم ما عليهم حاجة. هذي اللي ما عليهم يعني ما عليهم كلام يعني انا اقول لك اياها بصراحه، واحد عنده ليش ما يسوي اللي يبي يسوي كيفه ان شاء الله كل يوم يشتري سياره ويبيعها وكل يوم يكف هذا عليه الف عافيه. خلي ياخذ شيء لايق عليه. خليني اقول لك شغله، احنا قاعد نتكلم عن الناس اللي ما عندها ايه؟ وتبي ايه؟ وتبي تكشخ وتبي تسوي جاي لهم لا وشنو ويعطيك نظام انا راكب احلى سياره ولو تدري الموتر هذا كم ما عنده فلوس بنزين وهو اجاره يدق عليك الو ها حمود وينك اي صوب انت بالنادي زين تدفع امانه 3 دنانير بتش بنزين يعني انت تبي تقز بسيارتك الكشخه اللي اخر موديل على قفاي انا لا يبغى 3 دنانير اشتري فيهم والله شوف في ناس وصلت انه مثلا يروح يعني في بنات خلي ياخذون قرض هذول جايلهم احنا انا بس لهم صح اي والله مو انا قصدي القروض انا قصدي في ناس من الهوس يعني شوفوا هو يعني مثلا في بنات يحبون الصبي الزقرت الكشخ اللي ابي انا ما مثلا ما ابي اتزوج اي واحد ولا مثلا ما ابي اتعرف على اي واحد لازم سياره لازم ما ادري شنو لازم ما ادري شنو فالصبيان شنو صار بتفكيرهم من رد يعني من فعل البنات انه لازم انا اروح اجر سياره ب 80 ولا 90 ولا 120 باليوم واخذ لي جزتين على البحر والبدع عشان بس اضبط بنات. إيه بس ميمي هذه السياره يعني هذه السياره اللي ب 120 و 80 هذه ولا شيء يعني تعتبر كأنها رنج او مرسيدس يا حلوهم. لكن في عندك انت مواتر قاعد تاجر باليوم ب 600 و 700 دينار اي صح صح اللي هي يعني واحد شيء يروح يلعب فيها والفراري والهذا اي يعني انت الحين توهق عمرك. الدول الثانيه يصفط القاري ماله على طول لا شوفوا يتسنى كذي على القاري وينقر وتمر عليه البنت. سالفه التاجير ترن ترن سالفه تاجير السياره هينه يعني تقول معاشه مثلا 800 دينار ولا 700 دينار اجر له سياره على بنا عن خاطر رينج ولا اي سياره بورش ولا اي شيء عشان يعني يحط فيها يلا هذا نمشي امره بس اللي تروح اللي يروح ولا لا معاكم انا شنو مالي خلق زين بس اللي تروح يعني تاخذ لها قرض على بنا انت لاحظت زين بس اللي تروح تاخذ لها قرض علشان تشتري لها سياره ولا علشان تروح تسافر فيك من نحله يمكن صوتي تغير والله تذكرونها؟ اسراتي قامت ترجف تنزلت على الهواء يعني انا بغض النظر عن الناس اللي تشتري تاجر سياره ب 60 70 دينار اليوم ما رده يعني اذا عشان البنيه ما رده البنيه بتطفش لان راح تشوف السياره الحقيقيه شنو اللي راح يجي فيها اللي على اساس ان اي سياره البيت راح يصدمها قديمه قديمه صارت سيارتي بالجراج السيائر اللي تتاجر الحين صارت معروفه فغيروا سالفه التاجير يا شباب لان حدكم مكشوفين والبنات قاموا يحفظون السيائر المكشوفين من كثر ما يفترون بالشوارع حافظين ارقام ارقام السيائر اللي ما يبين ترى يبين مثلا تشوف واحد ماجر اي سياره اي واحد عنده سياره تقال غن 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 لو سيارتك ما تقعد غن غن علينا لا معروف اي احد ياجر سياره لازم يرفع لك كل شم يحط لك الساعه هم الساعه تلقاها بايقها ما ادري من منو يحط السكان كذي وراسه كليوباترا بالني طبعا لازم يقتل عشان يسوي روحه هو شيخ الشباب يعني شو يسوي؟ هذا طبعا يرد البيت شد هذا مكسر طبعا هني ديسك عشان سياره يومين بس ظهري ويروح يطق لك فره بالبدع بعدين يطلع ما ينزل ياخذ لك بعدين فره من قام يسوي هالحركات بس شلون